بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الـ Seventh Principle of Green Chemistry Principle، المبدأ السابع اللي اسمه Use of Renewable Feedstocks، استخدام المواد الخام اللي هي متجددة في الطبيعة لتحضير أو استخدامها في التفاعلات وفي العمليات الصناعية. بيعتمد اعتماد كلي على الرينيوبل رو ماتيريالز، يعني المواد الخام اللي هي لها مصادر، اللي بتيجي من مصادر متجدده، واغلبيه هذه المصادر بتكون اجريكالتشرال برودكتس. على سبيل المثال الجلوكوز لتصنيع الاديبيك اسيد، واتكلمنا عنه قبل كده في البايوسينثيتك باثوي لتصنيع الاديبيك اسيد اللي بيستخدم في صناعه بوليمر النايلون 6 و6، وقلنا ان هو بينتج عن طريق ايه؟ أكسدة، عن طريق البكتيريا اللي هي إيه؟ اللي هي الإشيرشيا كولاي، وبيتحضر الأديبيك أسيد عن طريق أكسدة الجلوكوز على أكثر من مرحلة لحد ما بينتج إيه؟ الأديبيك أسيد. بالنسبة أيضا للفيتامين سي، ده مصدره بيكون الحمضيات، والفيتامين سي بيدخل في تصنيع العديد من الأدوية والمكملات الغذائية وهكذا. وكذلك في مصانع المواد الغذائية. المثال الثالث والأهم بالنسبة لنا واللي هو محور حديثنا هيكون على البيو ديزل، واستخدامه كمحرك، استخدامه كوقود محرك للسيارات، في محركات السيارات. البيو ديزل ده يفرق عن الديزل النفطي أو البترو ديزل أو الديزل العادي. في إيه؟ بيفرق في أساس تكوينه. الديزل العادي بيتكون عن طريق ان انا بعمل فراكشنال ديستيليشن، تقطير تجزيئي لمكونات البترول، تمام، عند الضغط الجوي وعند درجه حراره تقريبا من 200 الى 350 درجه. بيكون هو مجموعه من الهيدروكربونز بتتفصل معايا، اللي هو الديزل مجموعه من الهيدروكربونز بيكون مثلا في عدد ذرات الكربون مثلا بين 9 ل 25 ذره كربون. طب ده الديزل العادي. طب البايو ديزل بقى، لا، البايو ديزل من اسمه وقود حيوي، يبقى اذا مصدره حيوي، مصدره من البايو ماكروموليكيولز، تمام، او البايو موليكيولز عموما، اللي موجوده في اللي موجوده زي اللي في الجسم بالظبط. خلاص، عندي هنا مصدره بيكون الفيجيتابل اويل او الزيوت النباتيه، تمام، او الشحوم الحيوانيه، الفاتس، الشحوم الحيوانيه. الزيوت النباتيه او الشحوم الحيوانيه دي تركيبها بيكون ايه؟ بيسموه ترايجلسرايد، ترايجلسرايدز اوف فاتي اسيد، عباره عن جليسرين متركب عليه ثلاث جزيئات من الفاتي اسيد، والفاتي اسيد ده هو عباره عن حمض بيتكون من سلسله طويله جدا هيدروكربونيه بتنتهي بمجموعه الكربوكسيل. طبعا احنا عارفين ان الجليسرين او الجليسرول ده عباره عن كحول، فعند تفاعل الكحول والحمض بينتج ايه؟ بينتج عندي استر وميه، فبيكون عندي ثلاثي الجليسرايد. فيعتبر الزيت النباتي ده هو عباره عن استر، ثلاثي استر، الاحماض الفاتي اسيد مع مين؟ مع الجليسرين، تمام. لما بجيب الزيت النباتي ده وفعله مع ميثانول في وجود بيز او وسط قاعدي قوي زي بوتاسيوم هيدروكسيد، اللي هي البوتاسه الكاويه، تمام. طبعا لو فعلت الفيجيتابل اويل مع البوتاسه الكاويه بطلع صابون، سوب، ده تفاعل تكوين الصابون، سواء بوتاسه كاويه بقى او صوديوم او 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 صودا كاويه اللي هي الصوديوم هيدروكسيد او غيره، يعني حسب نوع الصابون اللي حضرتك بتحضره، تمام. انما في وجود ميثانول لا، يبقى مش هيطلع لي الصابون. الصابون المفروض ان هو عباره عن ايه؟ عباره عن الصوديوم سولت، ملح، او البوتاسيوم سولت او السولت عموما للاستر اللي هو الفاتي اسيد استر، خلاص. انما هنا انا موجود معايا ايه؟ موجود معايا ميثانول، فكده مش هيطلع لي صابون، كده هيطلع لي ايه؟ اللي هو البايو ديزل. التفاعل ده بيتم ازاي؟ ببساطه بيتم ان الميثانول الاول بجيب الميثانول والبوتاسيوم هيدروكسيد، تمام. تفاعل الميثانول مع البوتاسيوم هيدروكسيد بينتج عندي حاجه اسمها بوتاسيوم ميثوكسيد.
بيخرج الهيدروجين من الميثانول ويدخل مكانه بوتاسيوم، وتبقى الرابطه ايونيه تمام، فبيسموه بوتاسيوم ميث اوكسايد. ده بيبقى فيري فيري سترونج بيز، قاعده قويه جدا. ايه دور القاعده دي؟ ان هي تعمل لي نيوكليوفيليك اديشن على الكربونيل جروب اللي موجوده في الاستر. الكربونيل جروب ديت هتعمل النيوكليوفيل بتاعي اللي هو الميثوكسايد، الاكسجين اللي عليها شحنه سالبه بيهاجم كنيوكليوفايل، بيعمل نيوكليوفيليك اديشن على الكربونيل جروب. الكربونيل جروب كربون بتكون مور الكتروفيليك، ليه؟ عشان الاكسجين المرتبطه بيها بتكون سحبه للالكترونات، فبتكون مور الكتروفيليك، فبتقدر ان هي النيوكليوفايل ده يهاجمها، وبتبتدي يحصل كسر في الرابطه المكونه اللي هي الرابطه الموجوده في الاستر بين الكربون والاكسجين، اللي مصدرها مين؟ اللي مصدرها الجليسرول، تمام؟ فبيدخل عند الميثوكسايد وبيخرج الثلاث جزيئات اللي هم بتوع الايه؟ الثلاث كربونز اللي هم بتوع الجليسرول، تمام؟ فبينتج الجليسرين عندي كباي برودكت او سايد برودكت، والبايو ديزل بقدر احصل عليه. البايو ديزل ده الاستراكشر بتاعه عباره عن ايه؟ عباره عن استر ميثايل استر اوف ايه؟ اوف فاتي اسيد، تمام؟ وبينتج عند الجليسرين كايه؟ كسايد برودكت. بقدر استفيد ايضا كمان من الجليسرين ان انا بجمعه زي برضو تفاعل تكوين السوب اللي هو الصابون، برضو بينتج عند الجليسرين كباي برودكت. بنقدر ان احنا ناخد الجليسرين ده وبيستخدم ايضا في اغراض طبيه وصناعيه مختلفه، تمام؟ طب بالنسبه لنا البايو ديزل ده عايزين نقارنه مع الديزل اللي هو اللي هو البترو ديزل بقى، اللي هو الديزل العادي. قال لي ان الديزل اللي بيجي من البترول بيكون نون رينيوبل، لان مصدره البترول وده مصدر نون رينيوبل، انما البايو ديزل جاي من الفيجيتابل اويل، ده مصدر ايه؟ مصدر رينيوبل، تمام؟ تاني حاجه ان البايو ديزل بيحترق بسهوله وبدرجه اكبر من الديزل العادي. ليه؟ لان البايو ديزل بيحتوي على الاكسجين زي ما احنا شفنا، هو عباره عن ميثايل استر للفاتي اسيد، ففي اكسجين فبيحترق اكتر. انما الديزل العادي عباره عن هيدروكربونز، فكربون وهيدروجين بس، فبيحترق بدرجه اقل او ما بيحترقش كاملا. ثالث حاجه بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان البايو ديزل هنا بيتحضر عن طريق خطوه واحده، عن طريق البايو ماتيريال اللي هي الفيجيتابل اويل مثلا، اتحولت على طول دايركت للبايو ديزل. انما الديزل العادي بيجي البايو ماتيريالز دي بيحصل لها بايو ديجرادابيليتي في البيئه، بتتحلل بتتحول الى بعد فتره الى البترول. البترول ده بنعمل له تقطير تجزيئي، الخطوه اللي بعد كده عشان يكون السنجلي فانكشناليز كومباوندز اللي هي الاوليفينز والالكالا كلورايدز، بيتكسر ليها، وبعد كده بيتحول للهايلي فانكشناليزد مولكيولز اللي هي على سبيل المثال زي مين؟ زي البايو ديزل كده، تمام؟ يعني بيحصل التقطير تجزيئي للبترول، تمام؟ عشان اوصل للبايو ديزل. فبالتالي انا كده خدت كذا مرحله، انما وده ايضا كمان الطريقه دي مش لتحضير البايو ديزل بس، لتحضير اي منتجات بتروليه. بيتم تقطير تجزيئي للبترول عشان يتكسر، وبعد كده الاجزاء الصغيره دي بتتحول الى ايه؟ الى هايلي فانكشنال مولكيولز، تمام؟ انما البايو ديزل بتحضر على خطوه واحده بس. فكده انا وفرت، كنت مور ايكونوميك، وفرت تكنيكس، وفرت طاقه، حاجات كتيره جدا انا وفرتها هنا، فيعتبر ايه؟ مور جرينر وانفيرومنتلي ايه؟ بناين، تمام؟ وكذلك اعتمدت على رو ماتيريالز، تمام؟ المفروض ان الرو ماتيريال هنا تكون يعني الجرين كيمستري بتدعو او بتدعم ان الرو ماتيريال بتاعتي تكون رينيوبل، افضل من ان هي تستهلك مع الوقت وتكون مكلفه اقتصاديا وايه؟ وتقنيا. برضو المثال الاخر بعد كده قال لي ايه؟ قال لي عندك البوليمرز اللي بتتحضر من رينيوبل ريسورسز زي البولي لاكتيك اسيد، والبولي لاكتيك اسيد ده بيستخدم في صناعة العديد من البوليمرات وبالأخص البلاستيكس، بيصنع لي حاجة اسمها بايو بلاستيكس. ليه قلنا بايو بلاستيكس؟ وهو المصدر الوحيد لتصنيع البايو بلاستيكس، لأن أغلبية المصادر اللي بتحضر البلاستيكس بتكون أصلا مصادرها نان رينيوابل، وبتكون مصادرها منتجات بترولية. أما البايو البوليلاكتيك أسيد كبريكيرسور لتحضير البايو بلاستيكس، ده بيكون مصدره رينيوبل ريسورس. رينيوبل ريسورس عن طريق ايه؟ قال لي عن طريق
التخمر الكحولي او تخمر السكر، تمام، الفيرمنتيشن اللي هو التخمر بتاع السكر. طب السكر ده بيكون مصدره ايه؟ قال لي بيكون مصدره نباتي، تمام. زي على سبيل المثال هنا قال لي ايه؟ قال لي ان انت عندك الخشب والقطن بيكون فيهم سيلولوز. السيلولوز ده عباره عن ايه؟ بولي ساكرايد. بولي ساكرايد ده عن طريق تحلل الماء الحمضي بيتحول لايه؟ بيتحول لجلوكوز. طيب النشا موجود في الذره وفي القمح وفي الرز وهكذا، بيبقى موجود نشا. النشا ده عباره عن ايه؟ بولي ساكرايد. لما بيكسر ويتعمل له تحلل ماء حمضي بيتحول الى ايه؟ الى المونوساكرايد بتاعه اللي هو الجلوكوز. كذلك الكينز اللي هو القصب، والبيتس اللي هو الايه؟ اللي هو البنجر، بيتحول الى ايه؟ بيبقى فيه سكر سكروز، وسكر السكروز ده سكر داي ساكرايد. بيتكسر الى ايه؟ بيتعمل له تحلل ماء حمضي الى ايه؟ الى جلوكوز وفركتوز، فبناخد احنا منه الجلوكوز. بنعمل للجلوكوز ده حاجه اسمها تخمر. طبعا بنجيب السكر بندوبه في ميه، بعد كده بنضيف عليه الخميره، فطر الخميره ده طبعا بينضاف الاول، فطر الخميره ده او الخميره عموما الى ميه دافيه، فيبتدي ياخد وقته عشان ينشط، تمام. وبعد كده بضيفه على السكر وبسيبه فتره لحد ما يعمل عمليه تخمر. اول خطوات هذا التخمر ان السكر بيتحول لايه؟ بيتحول عندي الى ايثانول، كحول ايثيلي. كحول الايثيلي ده بيستخدم ايضا، يعني من ضمن الخطوات بتاعه التحضير البولي لاكتيك اسيد، هنا بقدر اطلع منتجات تانية بتكون مفيده جدا عندي وبدائل مميزه زي الايثانول. الايثانول هنا بينتج عندي، بقدر ان انا استخدمه في الاغراض الصناعيه واغراض المعمليه، وايضا اقدر استبدله كريبليسمنت، كبديل للجازولين، الجازولين اللي هو وقود السيارات العادي، تمام. ده مصدره اصلا بيكون البترول، تمام، عن طريق برضو التقطير التجزئي للبترول. انما الايثانول هنا انا انتجته من مصدر ايه؟ من مصدر حيوي، وكذلك مصدر متجدد رينيوابل، ومصدر حيوي مش مضر للبيئه وما كلفنيش حاجه، لا كلفني بالنسبه للتقطير التجزئي للبترول والطاقه اللي بتستخدم والتقنيات والتكلفه، لا ده يعتبر ما كلفنيش اي حاجه خالص لانتاج هذا الايه؟ هذا المركب اللي هو الايثانول. لما بكمل الفيرمنتيشن وبكمل التخمر اكتر واكتر، بيبتدي السكر يتحول للاكتيك اسيد، حمض اللاكتيك، اللي بدوره بيتحول الى ايه؟ الى بولي لاكتيك اسيد، تمام. وطبعا بينتج عندي في التفاعل ده او التجربه دي بينتج عندي ايه؟ غاز ثاني اكسيد الكربون، تمام، وميه. عندي اللاكتيك اسيد هنا بيتحول لبولي لاكتيك اسيد، يبقى البولي لاكتيك اسيد هنا مصدره ايه؟ مصدره رينيوابل ومصدره بايو، فعشان كده لما بينتج البلاستيك بيسموه بايو بلاستكس. فالبايو بلاستكس هنا هي دي مصدرها الوحيد اللي هو البولي ايه؟ البولي لاكتيك اسيد، بتكون افضل من البلاستكس العاديه اللي هي اللي تنتج من البوليمرز اللي بيكون مصدرها البتروليوم فراكشنال ديستليشن، تمام. بعد كده عندي ايضا مصادر الطاقه وبدائل الطاقه زي الهيدروجين فيول سيل فييكلز، ده بيكون بتنتج من مصدر بيكون رينيوابل وبرضو غير ايه؟ غير مكلفه، انتاج غاز الهيدروجين او الهيدروجين فيول سيل، خلايا الوقود الهيدروجينيه دي بتكون زيرو اميشن، يعني ملهاش اي انبعاثات مضره للبيئه، ملهاش اي تاثير ضار على البيئه، تمام. ان هو هنا بينتج طبعا انتاج غاز الهيدروجين زي ما احنا هنتكلم برضو كمان شويه ان له العديد من المصادر، لكن ده افضل مصدر لتحضير غاز الهيدروجين لان هو بيكون من رينيوابل فيد ستوك، وفي نفس الوقت بيكون غير ضار ولو مالوش اي اثار سيئه على البيئه. فقال لي عشان كده في تشالنجز للهيدروجين فيول سيل فييكلز. طبعا الفيول سيل دي بتستخدم في كمحركات ايضا، بتستخدم ممكن في السيارات او في اي وسائل النقل، مصدرها وتخزينها ايضا بيكون مصدر ايه؟ رينيوابل، تمام، وبيكون لها زيرو ايميشن. بتعتمد اعتماد رئيسي زي ما احنا هنشوف هنا في الشكل على تفاعل تحلل الميه. بنبتدي الاول نعمل الكتروليسيز للميه، خلاص، التحلل الكهربي للماء. طبعا في الالكتروليسيز للميه طبعا التحلل الكهربي للميه بيبتدي عندي يكون
عندي طبعا انود وكاثود، وبيكونوا طبعا من انرت الكترودز زي مثلا البلاتينم على سبيل المثال او الايريديوم. بيكون عندي الهيدروجين خلاص عند الكاثود، والاكسجين عندي ايه؟ عند الانود. تمام، ده التحلل الكهربي للميه. خلاص، باخد انا الهيدروجين اللي اتكون عندي عند الكاثود ده والاكسجين اللي اتكون عند الانود، وابتدي اجمعهم واعمل لهم زي ضخ كده في خليه اسمها الفيول سيل، اللي هي خليه الوقود. خلاص، بنعمل لهم ضخ في الخليه ديت، فبيبتدوا يتحولوا ويعملوا اعاده تشكل لتكوين الميه. لما بيعملوا اعاده تشكل لتكوين الميه تاني، بيتحدوا مع بعض عشان يكونوا الميه. خلاص، بينتج عندي طاقه، الطاقه دي طاقه كهربيه. خلاص، بتقدر ان هي تعمل لي تحريك او تتحول الطاقه الكهربائيه الى طاقه ميكانيكيه، فتقدر ان هي ايه تشغل لي المحرك او الفييكل اللي موجود عندي، اللي هي السياره اللي موجوده عندي. خلاص، ده ببساطه فكره الفيول سيل، ان انا عندي بكسر الميه الاول الى هيدروجين واكسجين خلاص بواسطه الالكتروليسيس، وبعد كده بيتبعها ان انا بدخل الغازات ديت خلاص بعمل لها ضخ في الفيول سيل، وبتبتدي ان هي ايه تعمل اعاده تشكل للميه مره تانيه زي ما احنا شايفين في الشكل، ان الاكسجين والهيدروجين بيدخلوا والميه بتطلع، بتبقى ايه، بتبقى الناتج بتبقى خارج يعني. خلاص، وبيتكون عندي ايه طاقه كهربائيه. تمام، بس الطاقه اللي بتنتج دي بتتحول الى طاقه ميكانيكيه، وبتكون طاقه اكبر من المستخدمه، يعني الطاقه الكهربائيه الناتجه من الفيول سيل بتكون اكبر من الطاقه اللي انا بستخدمها في الالكتروليسيز سيل. تمام، طبعا الانود هنا، طبعا الهيدروجين هنا بيتدفق عبر الانود، انما الاكسجين هنا بيتدفق عبر الايه، عبر الكاثود. خلاص، بالنسبه بقى نتكلم تاني عن الباتري اند فيول سيل تكنولوجي. فكرة الفيول سيل زي ما احنا شرحنا في السكيم اللي قدامنا او الفيجر اللي قدامنا، ان هي تركيبها اصلا الفيول سيل دي بتسهل الالكتروكيميكال رياكشنز، التفاعلات يا قايمة كلها على الكتروكيميكال رياكشنز. تمام، بتكون لي، تعمل لي كرييشن لالكتريكال انرجي، لطاقة كهربائية من تفاعلات ايه؟ من طاقة كيميائية او من تفاعلات كيميائية. الهيدروجين هنا بيعتبر ايه؟ بيعتبر هنا مش هو مصدر الطاقة، ولكنه انرجي كارير، يعني حامل للهيدروجين، ولكن هو مش المصدر الرئيسي للطاقة، مش هو اللي مثلا زي البترول كده اتحرق فاداني طاقة مثلا، لا، او زي الفحم، لا، هو يعتبر حامل للطاقة او سبب في حدوث هذه الطاقة. الهيدروجين هنا بيعتبر فيول، كيميكال فيول، موجود في الفيول سيل. تمام، بيتدفق عبر الايه، قلنا عبر الايه، الالكترود اللي هو الايه، الانود. ايه هي مبادئ الفيول سيل؟ قال لي اول حاجه ان في احتياج دائم للالترناتيف فيولز طبعا، ومن رينيوبل فيد ستوكس طبعا يكون افضل، عشان ان انا ايه اعوض الفوسيل فيولز، اعوض الوقود الاحفوري اللي هو يعتبر ضار للبيئه واتكلمنا عنه قبل كده. تمام، وايضا هو نون رينيوبل، خلاص يعني ليميتد ريسورس، وبيسبب ايه، تلوث للبيئه. تاني حاجه ان الالكتريكال والفيول سيل كارز، تمام، السيارات اللي بتعتمد على الالكتروليس السيل وعلى الفيول سيل، بتكون بتعتمد على محرك او جواها موتور بيتم فيه التفاعلات دي اللي احنا اتكلمنا عنها دي، ان الالكتروليس السيل بيحدث تحلل للميه لهيدروجين واكسجين، وبعد كده يرجعوا يكونوا تاني ميه، وفي نفس الوقت يطلعوا لي طاقه تقدر ان هي تعمل لي ايه، تمشي لي العربيه بتاعتي. خلاص، فالالكتروكيميكال رياكشنز هي اساس ايه، هي اساس تحويل الطاقه الكهربائيه، تحويل الاول طاقه كيميائيه الى طاقه كهربائيه، والطاقه الكهربائيه دي بتتحول لطاقه ميكانيكيه بتقدر ان هي تتفاعل السياره وتمشي. الهيدروجين جاز هنا هو بديل للطاقة، رؤية رقم ثلاثة. خلاص، ويعتبر زي ما احنا قلنا ايه، انرجي كارير، هو حامل للطاقة، هو ليس المصدر الأساسي للطاقة زي ما قلنا ايه، زي منتجات البترول زي ما احنا قلنا من شوية، اللي هو مين، اللي هو الجازولين، لا، هو الجازولين هو اللي بيتحرق، انما هنا لا، الهيدروجين مش بيتحرق، الهيدروجين هنا بيحمل الطاقة، وممكن نعتبر ان الهيدروجين برضه
حصل له نوع من الاحتراق في جو من الاكسجين فطلع الميه، لان الميه هي عباره عن ايه؟ عباره عن هيدروجين حصل له احتراق، تمام؟ بواسطه الاكسجين، يعني اتفاعل مع الاكسجين، ولكنه في النهايه هنا مش هو المصدر الاساسي للطاقه زي الجازولين، ولكنه هو يعتبر حامل لهذه الطاقه، هو عباره عن ان هو وصل للطاقه دي، تمام؟ عن طريق التفاعل الكيميائي ده وصلها لطاقة كهربائية. المصدر للطاقة هو الطاقة الكهربائية بقى. الطاقة الكهربائية دي هي اللي اتحولت لطاقة ميكانيكية وخلت العربية بتاعتي تمشي. رقم 4، الفيول سيلز بتحتاج هيدروجين واكسجين زي فيول عشان تنتج ايه؟ طاقة ومية. يعني لازم مصدرها الرئيسي بيكون هيدروجين وايه؟ واكسجين. رقم 5، الهيدروجين بيقول لي ان الهيدروجين مش بيوجد لوحده في الطبيعة، لازم بيتم تصنيعه ولازم يتفصل لانتاج هذه الطاقه، يعني لازم بيتم له عمليه ايه؟ فصل. الفصل ده بيتم بقى باكتر من مصدر زي ما هنتكلم دلوقتي، او احد مصادره احنا قلنا عنها اللي هي طبعا تحلل الميه، الكتروليسيس اوف ووتر، ده يعتبر مصدر من مصادر الحصول على الهيدروجين. ان انا بحلل الميه كهربائيا بتتحول الى هيدروجين واكسجين، الهيدروجين عند الكاثود والاكسجين عند الانود. رقم 6، الالكتريستي كان بي يوز تو بروديوس هيدروجين فروم ووتر، بتنتج الكهرباء، لان طبعا انا بعمل ابلكيشن لفولت او فرق جهد، او بدخل كهرباء عشان اعمل تحلل للميه، الميه ما بتتحللش لوحدها، لازم عن طريق ايه؟ عن طريق وجود الالكتريستي تو بروديوس هيدروجين فروم ووتر ان انا الكتروكيميكال رياكشن. الطريقه ديت عيوبها ان هي ان افيشنت، غير كوف، يعني ما بتنتجليش كميه كبيره جدا من الهيدروجين، وايضا مكلفه لان انا بضطر استخدم مصدر كهربي. دي عيوبها، يعني ان انا بضطر استخدم مصدر كهربي للحصول على الهيدروجين. ماشي، ممكن تكون كميه الطاقه او الكهربيه اللي بتنتج لي من الفيول سيل اللي قادره ان هي تشيل تشغل المحرك بتاعي كميه اكبر، ولكنها ما بتكونش كفء 100%، لان بستخدم برضو انا طاقه اصلا كهربيه من الاول عشان اقدر ان انا اعمل تحلل للميه لهيدروجين والايه والاكسجين. بيقول لي رقم 7، بالرغم من ان استخدام الهيدروجين في الفيول سيل يعتبر كلين وافيشنت، ان كلين يعني نظيف طبعا، ما انتجليش اي حاجه ملوثه للبيئه زي ما احنا قلنا زيرو ايميشن، افيشنت ان هو فعلا بيتم تحويله في الفيول سيل، اما بيتفاعل الهيدروجين مع الاكسجين عشان يكونوا الميه تاني بينتج فعلا طاقه كهربائيه، ولكن في النهايه الكميه مش كافيه 100%، وكذلك عيبه زي ما احنا قلنا ان هو بيستهلك طاقه كهربائيه. طبعا زي برضو عن الفوسيل فيولز، الفوسيل فيولز بتنتج هيدروجين، ولكن الفوسيل فيولز بتكون مضره للبيئه، وايضا نون رينيوبل سورس. الهيدروجين بينتج عن طريق مصادر تانية زي ايه؟ زي الريفورمينج اوف هيدروكربونز، اللي هي اعاده التشكيل للهيدروكربونز او اعاده التشكل. الهيدروجين ايضا بينتج من الهيدروكربونز زي الميثان او الجازولين عن طريق الريفورمينج بروسيس. خلاص، البروسيس ديت يعني على في العالم 80% من الحصول، من 80% من نسبه الهيدروجين اللي بيتم الحصول عليهم بيتم الحصول عليهم من عن طريق الريفورمنج بروسيس للهيدروكربونز. 48% من الهيدروجين اللي بينتج بيكون من الغاز الطبيعي، 30% من الاويل اللي هو البترول، خلاص، واغلبها بتستخدم في الريفينريز، الريفينريز اللي هي عباره عن تكرير البترول وتقطيره والحصول على المكونات، فاغلبها اصلا بيستهلك. 18% من انتاج الهيدروجين بيكون من الكول، من الفحم، خلاص، وباقي ال 4% اللي باقيين منه عشان اكون ال 100% منه بيكون عباره عن الايه؟ الالكتروليسيز اللي هو تحلل الميه. فاحنا لو شفنا هنلاقي اغلبيه يعني حوالي 96% من انتاجه بيكون عن طريق حرق الوقود الاحفوري اللي هو الريفورمنج بروسيس اللي احنا بنتكلم عنها، خلاص؟ اما 4% بس عن طريق الوتر الكتروليسيز. يعني فيعتبر اغلبيه الحصول عليه بيكون من مصادر نون رينيوبل غير متجدده، تمام؟
فده طبعا يعني ايه، واحنا قلنا ان ده بسبب برضه يعني بيرجع الى برضه ان الووتر الكتروليسيز ما بتكونش كافيه ان هي تحضر لي كميه كبيره جدا من الهيدروجين، انما حرق الوقود الاحفوري او اعاده التشكل اللي هي الريفورمنج ده ده بيقدر ان هو يحصل لي على ايه؟ على نسبه اكبر من الهيدروجين. بيقول لي ان الكوميرشال بالك ان اغلبيه الهيدروجين اللي بينتج بيكون ناتج من الريفورمنج للناتشورال جاز او الاويل او الكول زي ما احنا قلنا. ده بيتم عن طريق ايه؟ بيتم عن طريق حاجه اسمها الريفورمنج اللي هي اعاده التشكل. يعني ايه اعاده التشكل؟ ان هم بيعملوا اعاده تشكل للبخار بتاع الميه. بيسخنوا الميه عند درجات حراره عاليه جدا، تمام؟ حوالي تقريبا اكتر من 210 200 من 200 الى 210 كيلو جول، فبيبتدي الميه تتبخر خلاص، بيكون درجه حراره البخار ده عاليه جدا. بيمرروها على الهيدروكربونز اللي موجوده طبعا في الناتشورال جاز والاويل والكول، بتبتدي ان هي تتفاعل معاها وتطلع لي غاز او خليط من الغازات بيكون من ضمن مكوناته الاساسيه الكربون مونوكسيد والهيدروجين، تمام؟ بيسموه السين جاز. السين جاز ده اللي هو اسمه غاز الاصطناع. غاز الاصطناع ده بينتج زي ما احنا قلنا عن طريق ان انا بفاعل بخار الميه الساخن مع الهيدروكربونز المكونه للناتشورال جاز والبترول والكول، خلاص؟ فدي بيسموها الريفورمنج اوف هيدروكربونز، تمام؟ في برضو ممكن ان انا احصل اكتر على الهيدروجين، يعني من خلال المعادله الاولى هنا قلنا الميثان على اساس ان هو ابسط الهيدروكربونز مع بخار الميه الساخن بيطلع لي كربون مونوكسيد وغاز الهيدروجين. ممكن احصل اكتر على غاز الهيدروجين عن طريق ان انا بزود كميه البخار اكتر واكتر، و افاعل الكربون مونوكسيد مع بخار الميه عشان تطلع لي كربون دايوكسيد وايه وهيدروجين جاز، تمام؟ فديت بتعتبر الوسيله الاكثر حدوثا كوميرشالي، تجاريا، للحصول على ايه؟ الحصول على غاز الهيدروجين. ايضا في طرق تانية غير الريفورمنج، في ممكن ان انا باخد الهيدروكربونز اللي هي في الناتشورال جاز او البترول او الكول، واقدر ان انا اعمل لها اكسده او قصدي تكسير حراري بالتجزئه، ان انا بسخنها عند درجه حراره عاليه جدا فتبتدي تتكسر وتطلع لي من ضمن السايد برودكتس بتاعتها غاز الايه؟ غاز الهيدروجين. ففي طرق تانية بس اساسها برضو بيكون ايه؟ بيكون الفوسيل فيولز، الوقود الاحفوري. انما المصدر الوحيد الرينيوبل للحصول على الهيدروجين زي ما احنا قلنا هو عباره عن ايه؟ عباره عن الالكتروليسيز اوف ووتر او الووتر الكتروليسيز، تمام؟ بعد كده عندي البرنسبل اللي هو رقم 8 للجرين كيمستري برنسبلز، ان استخدام الايه او تقليل الديريفاتيفز، reduce derivatives. ان انت اما تيجي تعمل تفاعل او تستخدم بروسيس لتحضير مركب معين او منتج معين، تحاول ان انت تستخدم reagents او كواشف. يعني انت بتيجي تفاعل المادة الخام بتاعتك او السبستريت او الرياكتنت الرئيسي بتاعك، لما تيجي تفاعله مع مادة تكون ما بتكون لكش سايد برودكتس، تكون سيلكتيف للجزء اللي هتتفاعل معاه من الماده بتاعتك. ما تكونش مثلا انت عندك مركب او ماده فيها اكتر من مجموعه وظيفيه زي مثلا امينو جروب، هيدروكسيل جروب وهكذا، فانت مثلا عايز تعمل التفاعل على الامينو جروب مش عايز تعمله على الهيدروكسيل جروب على سبيل المثال، او عندك امينو جروب وكربونيل جروب وعايز تعمل التفاعل على الامينو جروب برضه، فانت ما ينفعش انك تحط كاشف او تضيف ماده تكون بتتفاعل مع الامينو ومع الكربونيل والهيدروكسيل كمان زي الامينو، لا طبعا. المفروض تكون سيلكتيف، الماده اللي انت هتضيفها دي تكون سيلكتيف بحيث ان هي تتفاعل لك مع المجموعه الوظيفيه اللي انت عايزها او اللي انت عايزها تكون في البرودكت، عايز تكون البرودكت من خلالها، تمام؟ بدون التفاعل مع المجموعات الوظيفيه الاخرى. فهو ده الهدف العام من كلمه ريديوس ديريفاتيفز، ان انت هنا بتقلل السايد برودكتس وفي نفس الوقت بتقلل الخطوات، لان انت لما تتفاعل مع مجموعات تانية انت هنا بتزود الخطوات لتكوين البرودكت بتاعك، زائد انك بتزود السايد ايه؟ السايد رياكشنز وبتزود الديريفاتيفز.
للبرودكت بتاعك، فانت مش عايز تزود الديريفاتيفز دي، لان الحاجات دي كلها تعتبر ايه، بتزود في الكوست وبتقلل في اليلد وبتقلل في الاتوم ايكونومي. فهو هنا بيقول لي ايه، بيقول لي افويد او مينيمايز كيميكال ديريفاتيفز، تجنب او تقليل الكيميكال ديريفاتيفز. دي من ضمن المبادئ الرئيسيه اللي بتدعمها الجرين كيمستري. فبيقول لي في التفاعل الكيميائي او في التخليق الكيميائي، بيقول لي استخدام البلوكنج جروبس او الديريفاتيفز خلاص، او البروتكشن والدي بروتكشن should be avoided او minimized، يعني ان انا لازم اتجنبها او اقللها، عشان الخطوات دي بتحتاج اديشنال ريجنت، كواشف اضافيه وجنريت ويست، بتطلع لي ويست طبعا، لان ما بتطلعليش المنتج الرئيسي بتاعي بس، ده بتطلع معاه حاجه ثانيه، فبالتالي بتسبب لي ويست، وبتحتاج كواشف ثانيه وبتحتاج خطوات اكتر. تمام، عشان كده بيقول لي ايه، عشان كده بيقول لي مور سيلكتيف كيميكال رياكشنز، ان التفاعلات اللي هي سيلكتيف والريجنت السيلكتيف نيد تو بي ديفلوبد اند 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 ابلايد خلاص. يعني الكيميكال رياجنت والكيميكال رياكشنز المفروض تكون مور اند مور سيلكتيف لتكوين البرودكت. هنا بيتكلم بيقول لي ايه، مثال اهو مهم جدا في الاورجانوميتاليك رياكشنز، هو عباره عن تحويل الكربونيل كومباوندز الى الكحولز عن طريق جرينيارد رياكشن. ده تفاعل مشهور جدا في الاورجانوميتاليك كيمستري، ان تفاعل جرينيارد ريجنت خلاص مع الالدهايد عشان يديني ايه برودكشن. طبعا التفاعل الرئيسي هو هنا بيتكلم هيمشي هيبتدي معانا خطوه خطوه، بيقول لي لما انا اجيب الدهايد زي الالدهايد بتاعنا ده وافعله مع كاشف جرينيارد تمام، في وجود الايثر بيقدر ان هو يعمل لي ايه، طبعا الجرينيارد ريجنت بيعمل نيوكلوفيليك اديشن على الكربونيل جروب كربون طبعا، لان هو يعتبر نيوكلوفيليك والكربونيل جروب تعتبر الكتروفيليك، بعد كده بيحصل هيدروليسيز عشان تكون لي ايه، تكون لي الالكحول تمام. طيب ده الدهايد عادي، طب لو انا عندي مجموعه هيدروكسيل خلاص، لو انا عندي مجموعه هيدروكسيل او كحول يعني على سبيل المثال، عندي كحول بيتفاعل مع جرينيارد ايجنت، الكحول اللي بيتفاعل مع جرينيارد ايجنت ما بيديش اي حاجه خلاص، فلو فعلت كحول زي المثال بتاعنا ده اللي هو زي البنتانول خلاص مع الجرينيارد ايجنت في الايثر هيديني ايه، هيديني بعد طبعا ما يعمل نيوكلوفيليك اديشن ايضا على الكربون المتصله بالهيدروكسيل جروب، هيبتدي يعمل ايه، هيبتدي او نيوكلوفيليك قصدي سبستيتيوشن، نيوكلوفيليك سبستيتيوشن على الكربون المتصله بالهيدروكسيل جروب، هيبتدي بعد كده في الهيدروليسيز يطلع لي كحول مره ثانيه، يبقى انا ما استفدتش حاجه. عشان كده بيقول لي بيتفاعل مع هيدروكسيل جروب ان فاست نون برودكتيف مانر، تفاعل سريع ولكنه ما بينتجش حاجه، الكحول طلع لي مره ثانيه، انا ما استفدتش حاجه خلاص. طيب ده بيقودنا الى ايه بقى، بيقودنا الى لو انا جبت الدهايد فيه مجموعه هيدروكسيل كحوليه، يعني هنا في اول مثال كان في الدهايد ما فيهوش اي مجموعات وظيفيه تانية غير مجموعه الكربونيل، فهو اتفاعل معه وكون الكحول. هنا لما كان في المثال الثاني، لما كان في كحول ما طلعش معاه حاجه بس استهلك كمية من جرينيارد ريجنت، واستهلك تايم واستهلك كوست خلاص. فبيقول لي بقى لو انت عندك الدهايد في مجموعة هيدروكسيل كحولية، فجرينيارد ريجنت اما يجي يتفاعل هيتفاعل مع الالدهايد جروب بس كفانكشن جروب، لا هيتفاعل مع الكحول ايضا خلاص. فهنا بيقول لي ان هو تفاعل مع الكحول كمان اسرع، لان هي طبعا على حسب الرياكتيفيتي، الرياكتيفيتي للنيوكلوفيليك سبستيتيوشن او للتفاعل مع الكربون المتصله بالاو اتش الكحوليه بتكون اسرع من النيوكلوفيليك اديشن على الكربونيل جروب لانها مور رياكتيف خلاص. فبالتالي استهلكت الجرينيارد ريجنت في ان فعله مع الكحول، وهي اصلا هينتج لي المركب مره ثانيه، يعني مش هيحصل اي جديد في التفاعل بتاعي، بدل ما يروح يتفاعل مع المجموعه الوظيفيه اللي انا عايزها اصلا خلاص. فعشان ان انا اخليه يتفاعل مع الالدهايد وما يتفاعلش مع الكحول تمام، بضطر
ان انا اعمل كابنج او بروتكشن، حماية لمجموعة الهيدروكسيل دي خلاص المتصلة بالالدهايد، بقدر بقفلها عشان الجرينيارد ريجنت لما يجي يتفاعل مع المركب ده يلاقي مفيش اصلا مجموعه هيدروكسيل، يلاقيها متفاعله. فبيجي يعمل ايه؟ يقوم جايب المركب بتاعنا اللي هو الايه اللي هو اللي فيه الدهايد جروب فانكشن جروب وفيه هيدروكسيل جروب، الاول يروح مفاعله مع البنزايل بروميد في وجود بيز اللي هو الصوديوم هيدرايد. الاول بيفاعله مع الصوديوم هيدرايد، الصوديوم هيدرايد بيحوله الى صوديوم الى بيطلع طبعا الهيدروجين اللي موجوده في الكحول ويدخل مكانها صوديوم وتتحول الى ربطه ايونيه. بعد كده بتعمل نيوكليوفيليك سبستيتيوشن رياكشن على البنزايل بروميد وتكون لي ايه؟ وتكون لي الناتج بتاعنا ده. خلاص طبعا مجموعه الهيدروكسين اصبحت مش موجوده، فبالتالي لما اجي افعل مع جرينيارد ريجنت هيتفاعل ويكون الكحول عادي جدا جدا جدا، مفيش اي مشكله خالص. تمام؟ في الحالة ديت عشان احصل على الكحول مرة تانية عشان اوصل للناتج بتاعي بضطر اعمل في الاخر حاجة اسمها دي بروتكشن. عن طريق ايه؟ عن طريق الهيدروجينيشن، عن طريق ان انا بعمل هيدروجينيشن على سطح كاتاليست اللي هو مين؟ اللي هو الباليديوم. خلاص بيبتدي ان هو يعمل كسر في الرابطة بين الاكسجين وبين البنزايل جروب ويتحول تاني الى هيدروكسيل جروب. خلاص اذا انا اضطريت في الاول ان انا اعمل بروتكشن واحفظ او ابعد الهيدروكسيل جروب عن التفاعل. تمام؟ وبعد كده ان انا في الاخر بعد ما كونت الكحول عن طريق تفاعل الجرينيارد ريجنت مع الالدهايد ان انا في الاخر ارجع اعمل دي بروتكشن عشان ارجع الكحول مره تانية عشان احصل على البرودكت بتاعي في الاخر. اذا كلفتنا خطوتين، بروتكشن ودي بروتكشن. دي بيسموها كابنج او بيسموها بلوكينج جروب، عملت بلوكينج، قفلت مجموعه الهيدروكسيل خالص، قفلناها خالص عشان ما تتفاعلش مع جرينيارد ريجنت. فالبروتكشن والدي بروتكشن سيكونس ادز تو مور ستيبس، بيضيف لي خطوتين. فانا طبعا لما بشتغل على لارج سكيل في كيميكال بروسيس في مصنع طبعا دي مكلف جدا، بيكلف وبيهدر وقته واستخدام تقنيات اكتر وبيزود لي الويست لانه بيطلع لي سايد برودكتس اهوت. كل ده مش انا مش محتاجه، انا في غنى عنه. فبالتالي بيقول لي ان الجرين كيمستري بتدعو الى تقليل الايه؟ الديريفاتيفز. تمام؟ فبتزود مش بتزود بس الديريفاتيف، انت بتضطر تستخدم سولفنتس، بتضطر تستخدم الايجنتس، الحاجات دي كلها مكلفه وبتعتبر ايه؟ بتزود الويست. عشان كده بيقول لي لازم تكون سيلكتيف اما انك تختار ايجنت. يعني انا لازم هنا اختار ايجنت يكون بيتفاعل مع الالدهيد وما يتفاعلش مع الهيدروكسيل جروب. تمام؟ فبيقول لي امور سيلكتيف رياكشن از ريكوايرد ريجنت ويتش سيلكتيفلي بيتفاعل رياكتس ويز الدهايد فانكشن، يتفاعل مع الالدهايد ولكن ما يتفاعلش مع الهيدروكسيل فانكشن. فاداني مثال بقى بيحقق لي الشرط ده اللي هو مين؟ اللي هو الاورجانو انديوم رياكشنز. لو انا استبدلت جرينيارد ريجنت بالانديوم كيميكال، والانديوم ده دوره ان هو بيتفاعل مع الالكايل هالايد بتاعي في الاول وبيطلع ريجنت شبيه بجرينيارد ريجنت في الشغل بالظبط، بس بيفرق عن جرينيارد ريجنت في حاجه ان هو مور سيلكتيف. ان هو سيلكتيف لمين؟ للكربونيل كومباوندز فقط، هو ما بيتفاعلش غير مع الكربونيل بس. انما جرينيارد كان بيتفاعل مع الالكحول فانكشن اللي هي الهيدروكسيل جروب ومع الكربونيل فانكشن اللي هي الالدهايد او الكيتون، يعني لو في كيتون كمان كان هيتفاعل معاه. خلاص فالانديوم هنا بيتفاعل مع الالكايل هالايد تمام الاول وبعد كده يطلع الايجنت بتاعي وبعد كده يعمل نيوكليوفيليك اديشن زي ما احنا قلنا على الكربونيل جروب وفي الاخر بيعمل هيدروليسيس فيطلع لي مين؟ فيطلع لي الكحول. خلاص زائد ان التفاعل ده ميزته ايه؟ ان التفاعل التاني تم في الايثر. لو احنا لاحظنا جرينيارد تم في الايثر خلاص انما هنا تم في الميه في الاكوس، هنا جرينيارد اهو بيتم في الايثر وبيعمل هيدروليسيس في الميه، انما هنا التفاعل كله تم في الميه. خلاص التفاعل هنا كله تم فين؟ تم في الاكوس، تم في الاكوس ميديا اللي هي الميه. خلاص
فبالتالي دي ميزه ان انا هنا وفرت الايثر ووفرت الطبقه الاورجانيك، والايثر ايضا يعتبر مذيب، يعتبر فولاتايل اورجانيك كومباوندز، واحنا عارفين ان الفولاتايل اورجانيك كومباوندز دي لها اخطار وضاره جدا للبيئه، فليمابل، فبستهلك منه كمان يعني هو قابل للاشتعال، وايضا بستهلك منه كمان كميه ومكلف، انما الميه افيلابل اكتر والميه مور جرين سولفنت. تمام. طب لو طبقنا المثال ده على الالديهيد بقى اللي فيه هيدروكسيل فانكشن وفي الديهيدك طبعا فانكشن او فورمال جروب، قال لي هيتم بنفس الطريقه ان هو الانديوم هيتفاعل مع الالكايل برومايد وبعد كده يكون الريجنت بتاعي اللي هو الاورجانو انديوم ريجنت، وبعد كده يعمل نيوكلوفيليك اديشن على الكربونيل جروب اللي بدوره بعد كده بيعمل هيدروليسيس عشان يكون لي الايه، يكون لي اللي هو السكندري الكحول ده. تمام. هنا الميزه عندي نو بروتكشن اند دي بروتكشن واز نيسيسري، حققت مبدا الجرين كيمستري، وهو عباره عن ايه، وهو عباره عن ان انا عملت مينيمايز او عملت افويد، اصلا انا ما عملتش مينيمايز هنا، انا ما عملتش اصلا بروتكشن ولا دي بروتكشن، ما استخدمتش بلوكينج جروبس، بالتالي انا قللت الديريفاتيفز، رحت للهدف بتاعي اللي انا عايزه على طول، حققت البرودكت بتاعي على طول، واستخدمت كاشف مور سيلكتيف للالدهايد او للكربونيل، مش لمين، مش للهيدروكسيل. وشكرا جزيلا، سلام عليكم.